رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، النهاردة معايا نجم نجوم الأغنية الشعبية، وهو أصلا ابن بلدي وحبيبي وصاحبي وأخويا وحد جامد قوي، نجم غريب عمران. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا حودة، وبعود عليك الأيام بخير. غريب عمران إن شاء الله الجديد بتاعه من خلال قناة شعبيات. طبعا عارف أنت شعبيات، مفيش أي حاجة تانية طبعا، شعبيات حصر شعبيات وبس. غريب بقى عايزين نعرف الجديد بتاعك إن شاء الله، إيه اللي لجمهورك ان شاء الله اللي جاي بامر الله. انا واخويا النجم احمد عمران في اغنيه جديده اسمها نصيحه اخ كبير، وان شاء الله تعجب كل مشاهدين شعبيات ان شاء الله. طبعا انا بحيي احمد عمران حبيبي برضو، اخويا حماده كل سنه وانت طيب. طب غريب الاغنيه بتتكلم عن ايه؟ عن اخ بينصح اخوه، اخويا الكبير بينصحني في الاغنيه يعني، وانا برد عليه عشان ما نحرقهاش بس يا حوده. طب عايزين غريب يقول حاجه كده لجمهور قناه شعبيات ممكن، ولا بمناسبه شهر رمضان؟ كل سنه وانتم طيبين، وبعود عليكم الايام بخير ان شاء الله، ويا رب قناه شعبيات بشغلها كله بادارتها تعجب كل مشاهدينا، ويا ريت تتابعونا على شعبيات وبس. غريب والله عايزين بقى بصمه كده قناه شعبيات ممكن، بصمه بس شعبيات وبس. ده كان لقائي مع اخويا نجم غريب عمران، استنوني ما حدش يروح بعيد، من هنا من خيمه علي عليوة، خيمة جامدة قوي وفيها كل نجوم شعبيات، ما حدش يروح بعيد. باي.